مصانع التلج الآمن والصحي اللي صممها بالكامل المهندس مصطفى العشري بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة في الجامعة البريطانية بدأت بالفعل. تعالوا نقابل الدكتور عمرو خضر رئيس شركة آيس هيلسي، وده أول مصنع تجاري لإنتاج التلج الصحي والآمن والصديق للبيئة. ده أول مصنع في مصر بيصنع تلج آمن وصحي وغذائي. مظبوط. حضرتك دخلت في الاستثمار ده ليه؟ حجم الاستثمار، خطتنا إيه؟ الموضوع جه حلم. الحلم بدأ بالاسم هيلثي. احنا عندنا مشكلة في حياتنا كلها اللي هي الصحية، ان مصادر كتيرة قوي بتسبب امراض، زي امراض الكلى، زي امراض السرطانية، امراض كتيرة جدا. فالمشكلة دلوقتي بدأت في ايه المصادر بتاعت الامراض دي؟ منها المية، منها التلج، حاجات بسيطة جدا ما بناخدش بالنا منها، ولكن فعلا هي دي المصادر الرئيسية للأمراض دي. فلما بدأنا بصينا وبدأنا لقينا إن في ناس فعلا نفذت مشروع مياه نقية بتطوير في الماكينات، تطوير في الريسورسز بتاعت الموارد نفسها، إن يبقى فيه مياه محلاة، مياه معالجة. فهاي نقطة إحنا لازم نبدأ وندعم الصناعة دي. حجم الاستثمار قد إيه يا دكتور؟ والله يا فندم هو لحد دلوقتي 105 مليون. 105 مليون جنيه. طاقة الإنتاج قد إيه؟ والله يا فندم لحد دلوقتي احنا يعني وان شاء الله قابله للزياده للاضعاف باذن الرحمن، 3000 ل 4000 لوح تقريبا في اليوم. في اليوم بالظبط يا فندم.